يعني ما معقولة صار أكثر من ساعة قاعدين ولا حكاية حكيتي. شنو هالخجل هذا؟ معقولة؟ شحكي ما أعرف شحكي، شو تريدني أقول؟ يعني نورة يعني صار أكثر من 3 أشهر نعرف بعض، معقولة ما تعودتي علي؟ تصدق إذا أحكي لك شيء؟ إي قولي. شنو؟ كل ما نتشاوف، كل ما هيك نقعد سوا أحس إنه إحنا أول مرة نتشاوف. لا عاد خل أطلع وأرجع حتى تصير ثاني مرة. شوفي نورة عيني، أنا ترى موضوع الخطوبة كلش قافر عليه، لازم نحسمه. أنت تحرجني هالشكل. لأن أنا شنو، شوفي نورة، رويت صورتك لأمي وقالت هي هاي بنت الحلال، فما بيها مجال يعني. يا الله يا الله شموت على هذا الخجل. شنو هاي أنت نورة؟ شوفي نورة، أنا قررت اليوم ما أطلع منا إذا ما أحسم هذا الموضوع، موضوع الخطوبة. لا. إيه لا 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 لا. يا مرحبا. هلا مرحبا. تحبون أجيب لكم؟ أنا كل جوعان. خدمتك. أنا أجيب لي لفة صغيرة همبرجر وياها لبن. همبرجر ولبن. وحضرتك؟ نورة وين سفنتي؟ ما أعرف شنو أطلب، أنا كل جوعانة. إيه طلب. كل شيء عندنا عيني، كل شيء عندنا. كل شيء أكو؟ نعم. كرعان مال هوش أكو؟ اي اكو كرعيني. صدق؟ اي فدوى لقلبك. كبايات وكروش. كبايات وكروش؟ اي اثرد لي 3 قرص بالصينيه فدوى لعمرك. واريد بصل اخضر هيك عضود فد 6 10، فجل احمر. اي اذا ماكو بصل اخضر جيب هيك راس صلبوخ مال بصل هنا. بصل؟ وبعد؟ في الدقيقة سعودي. عيني. شنو رأيك تعوف الهمبرجر ونوصي نص طلي بالصينية عالثريد. عوف عوف عوف. إيه خلينا نص طلي بالصينية فدوى أروح لك. يعني يجيب نص طلي؟ إيه نص خروف نص خروف. زين وش؟ سراحية لبن. سراحية لبن. إيه دولك دولك. سراحية. هسا أنا شوف. قبل شوية كلش أحرجتني على مود موضوع الخطوبة. إذا أنت صدق يهمك رأيي فهذا الموضوع أنا راح أتركه يم الأهل. لا لا أنا أشوف. شوفي نورة أن أجل الموضوع هذا شوية وخذ راحتك بالتفكير يعني، وهسه خلينا بالنص طلي. بس لو ما صار طلي نص صلي ونص صلي. ها محمود وين حقي؟ هذا حقك. هاي شنو؟ حقك غير؟ هاي شنو هاي؟ فلوسك غير؟ هاي منين جبتها؟ من نسابتك. وانا قلت لك روح جيب فلوس من نسابتي؟ يعني راح تسوي مشكلة ويا نسابتي؟ اي طبعا اسوي مشكلة، لا عاد اخوي يضيع حقه. ولك منو قال لك ضيع حقي؟ انت قلت لي روح جيب حقه، هاي جبت لك اياه. دزيتك رسالة قلت لك روح صيح حقي، حقي نسيبه، مو قلت لك روح جيب حقي. يعني هسه انت حاير بنسيبك وعايف حقك؟ هسه انت لصتها انت، خربتها انت. انا قلت لك روح جيب لي فلوس، انت ليش ما تركز على كلامي؟ انت كتبت لي بالرساله اجيب حقه وتعال بسرعه، وانا ما قصرت، هذا اني كلن جبته. منو قال لك؟ منو قال لك؟ انت بس فهمني، انت انت اثول هنا جنب دماغي انت. يعني غير انت كتبت لي خلي ضمه شده. لا بعد ما خلي لا ضمه ولا شده. نوبه خابرك. لا لا خابرك النوب.